بس نشوف الأول التقرير الحلو ده اللي بيتكلم على الأصحاب وأكتر الصداقات الناجحة واللي بتكمل وبتبقى حقيقية. مفيش حاجة بنسبة 100%، لكن هنقول بنسبة 90% الصداقات اللي بتبتدي بدري وقت المدرسة، لأنه والناس صغيرة بيبقى لسه مفيش حتة المصلحة ولا الخبث ولا العلاقات اللي بيبقى ليها سبب أو هدف، بتبقى العلاقات كلها بريئة، وبالتالي لما بتكمل الصداقة دي بتفضل زي ما بدأت بالظبط. احنا صداقتنا دي بقى لها 30 سنه، احنا اصحاب من كيجي وفضلنا مع بعض السنين كلها لغايه دلوقتي، وبقى لنا كده 30 سنه ويمكن اكتر من 30 سنه كمان. في اللي سافر ورجع وفي الايام اخدتنا، بس احنا لسه علاقتنا ببعض مرتبطه، ما فيش حاجه هزتها خالص. عكس البنات دلوقتي مثلا تيجي تتخطب، فايه ده اصحابي البنات لحسن يبصوا وبتاع مش عارفه ايه، بلوك 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 وخلاص على كده ما يعرفوش تاني، وتروح حاطه صوره البروفايل ايه زوجي كره عيني وتنسى اصحابها. لا احنا الكلام ده الكلام ده مش عندنا، احنا مكملين وعلى تواصل وبنحضر افراح بعض وبنحضر خطوبات بعض. احنا كلنا بنكمل بعض، يعني هم وقفوا جنبي في مواقف كتير جدا، يعني انا كشخصيا يعني حصل معايا ظروف وحشه، هم وقفوا جنبي وساعدوني كتير، وانا يمكن يعني لولاهم ما كنتش هقدر اكمل. احنا هنا كلنا بنحب بعض، لينا ذكريات لا تعد ولا تحصى. احنا مفاهمين ولادنا، احنا صحوبيتنا بقى لها قد ايه، وعايزين ولادنا يطلعوا من دلوقتي هم اصحاب اخوات كلهم حاجه واحده. كلنا تقريبا مرينا بناس في حياتنا ما لقيناش فيهم الصاحب غيرنا، يعني العشرة فعلا أهالينا بقوا أصحاب، يعني ربطنا الخيوط كلها من أول أهالينا لحد ولادنا، ربطناهم بجوازنا، ربطناهم كلهم ببعض. وكنا يعني على طول في ظهر بعض من واحنا قد كده، يعني بنحس ببعض، يعني بنقدر ظروف بعض، مش بنعمل مشكلة من أي حاجة، لا مفيش الكلام ده خالص بينا. يعني علاقتنا مستمرة بالرغم من ان احنا كل واحد بينشغل شوية عن التاني، مثلا كل واحد فينا ليه بيته ليه حياته وولاده وجوزه، يعني فاهمة بيبقى الى حد ما تحسي ان ممكن تنشغلي، دي طبيعة الحياة، بس في الاول او في الاخر لازم في عندنا بوينتس ماشيين عليها، اللي هو لازم يوميا اخباركم ايه، تعملوا ايه، انتوا كويسين. لو واحدة مودها وحش بيبقى احنا كلنا بقى مهمتنا، لا دي لازم يتظبط، عدى يوم عدى اتنين عدى تلاته لازم دي يتظبط مودها. احنا اخوات مش صحاب، ما يتقالش علينا صحاب ليه، لان احنا اللي في قلب واحده فينا حاجه بنقولها، لو حد فينا فيها عندها مشكله لازم كلنا نبقى واحد. لو انت عندك صاحبه بجد في حياتك هتتسندي في اي حاجه.